بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. وبنتكلم عن إعداد أرض البيوت المحمية أو الصوب للزراعة، أيا كان المحصول اللي أنت هتزرعه، سواء إن كان طماطم أو إن كان فلفل ألوان أو فلفل عادي أو باذنجان أو خيار أو أيا كان. يعني المهم هنجهز أرض الصوبة إزاي. أول حاجة بنحرث الأرض حرثة كويسة جدا، بنحرث الأرض حرثة كويسة جدا، تمام؟ ويا ريت يكون الجرار كبير بحيث يجيب عمق، بحيث لو في عندي فيه في تضاغط للتربة من المحصول اللي قبل كده، والعمال رايحة بتهرس تجمع طول السنة والكلام ده كلته، وخصوصا لو الأراضي تقيلة معاك فبيبقى في مشاكل في القصة دهيا. فيا ريت ندخل جرار كويس بحيث إن هو يحفر لي او يحرث لي الارض كويس، والحرث يبقى يعني متعامد يعني او عكسي يعني، تمام، سكه بالطول وسكه بالعرض، يعني بسموه حرث العكسي، تمام، بحيث ان التربه كلها تصبح مثاره وكويسه وناعمه وزي الفل، تمام. بعد ما بنعمل كده الرجاله بتدخل على البيوت اللي بنقسم الاقواس. طبعا القوس في ناس عندها 8 متر، وفي ناس عندها القوس بيكون في حدود 9 متر، تمام. القوس التسعة متر هنقسمه، هيكون المصطبة هنقسمه 6 مصاطب، 6 مصاطب، المصطبة هتكون متر ونص، تمام، متر ونص، يعني 150 سنتي من القلبية دي للقلبية دي، تمام، او من بطن الخط ده لبطن الخط ده هيكون 150 سنتي، تمام. طيب في ناس بتزرع بطريقتين، في ناس انا بفضل بحط 2 خرطومين او هوزين او ليين خرطوم، يعني تمام اللي انت شايفه قدامك دوت على المصطبة، تمام، بفضل يكون فيه عندي 2، تمام، بحطهم الاتنين دول وبزرع المسافة ما بين النبات والنبات 40 سنتي، تمام. في ناس بتحط هوز واحد او خرطوم واحد في قلب المصطبة، بيزرعوا خط واحد على المصطبة دهيت، وبيبقى عندهم المسافة بين النبات والنبات 20 سنتي، ده موجود، تمام. اللي يريحك اعمله، ولكن انا بميل للطريقة اللي هي دهيت، تمام. الطريقة التانية أنا بميل لها خارج البيوت المحمية بصراحة، اللي هي الخرطوم الواحد، تمام؟ بتحط 2 هنا. طيب المسافة دي في الطماطم تلاقيها واحدة، في الخيار تلاقيها واحدة، في الباذنجان تلاقيها واحدة، في الفلفل بنحاول نضيق شوية ونخليها 30 سنتي ما بين النبات والآخر. لحد كده أنت عرفت المسافة بين النبات والمسافة الخطوط، مسافة الخطوط اللي احنا عارفينها، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، بعد ما حضرتك قسمنا الأرض بتاعتنا والرجالة عملتها تمام التمام، بيبدأوا الرجالة يحددوا المصاطب بالفوس الصغيرة دي، تمام، يحددوا المصاطب، تمام. ولما بيحددوا المصاطب حضرتك، بنبدأ نحط على المصاطب ديت، بنبدأ نحط عليها الخلطة بتاعتنا، سواء العضوية والمعدنية، بنحط الأسمدة العضوية والأسمدة المعدنية. الأسمدة العضوية احنا بنحط لو انا هستخدم السماد العادي بتكون في حدود 1000 متر، بياخدوا 5 متر مكعب، تزودها براحتك مش مشكلة. 1000 متر بنحط لهم في حدود 4 متر كومبوست، لو موجود 4 متر كومبوست، تمام. ولو عندك دواجن بتختلف، ممكن تحط 3 او 4 متر مكعب دواجن لـ1000 متر مربع ارض، عند ارض بيت محمي، تمام. بالله عليك النسب ما تسمعش وتقول لي اصل انا عندي 200 احط لهم. يا جماعة انا مش قاعد احسب لكل واحد، والله في 28 دولة عربية بيتصلوا عليا وبراضي الكل وبحاول وبجتهد وما بنناش الا يعني اللي احنا عايزينه. فبالله عليك حتى لو ما انتش عارف تحسبها خلي حد، ده انت لو عندك ابنك ولا بنتك يعني في الاعداد وقلت له مولاد حوله، اللي بيقولوا الراجل الدكتور ده هو تحوله لي، هيعمله لك، يعني مش لازم انا اعمل لك، يعني انا مش هم، ما تزعلش مني، مش هحسبها لحد يعني، تمام. وهي مش قرآن، زودت شوية نقصت شوية دون ما خربتش، يعني اهم شيء الاسس والعمليات الزراعية تكون مظبوطة على بعضها، تمام. طبعا الراجل اللي انت شايفه قدامك دوت عمال بيحرث والدنيا مدوخاه، ده رايح جاي عشان نقلب العضوي مع المعدني والدنيا تبقى كويسة، تمام.
طيب انا لو انا حطيت مثلا سماد الدواجن، قلت بحط سماد دواجن 3 متر مكعب سماد دواجن لل1000 متر مربع، تمام، وبحط 5 متر مكعب لو سماد من العادي، وانا ما بننصحش بيه، تمام، السماد الاسطبل العادي ما بننصحش بيه، تمام، او تحط 5 متر كومبوست على ال1000 متر مربع بالنسبة لل1000 متر مربع ارض صوب، تمام. لحد كده السماد العضوي خلصناه، ويا ريت السماد العضوي ما يكونش فيه نيماتودة، سيبك من الحشائش هنكافحها، مشكلتك لو نزلت النيماتودة تبقى الدنيا مش مظبوطة معاك. وعلشان كده الجرار اللي هيحرق من عندك، هات يا سيدي شوية كلور ورش الماتور بحاله، رش الجرار قبل ما ادخل مزرعتك، رش ونضفه، السلاح بتاع الجرار او المحرات هينقل، لو في ارض بيحرق في ارض فيها نيماتودة ونقل هيجيب لك نيماتودة معاه، تمام، تاخد بالك من القصة دي كويس، يعني هات لك شوية كلور طهره، والله بتوصل لكده، فاهمني؟ لو عامل اشتغل بالفاس بتاعته بس في ارض فيها نيماتودة وجه عندك وارضك ما فيهاش، برضه هينزل فيها نيماتودة، تمام. لو السماد اللي عندك ما كانش مصدره كويس العضوي، هيبقى فيه مشاكل كتير بالنسبه لك بالنسبه للنيماتودة. وانا واحد من الناس لا اؤمن اطلاقا بعلاج النيماتودة في البيوت المحميه، لان هي هتاثر تاثير سلبي على كل حاجه، على اقتصادياتك اساسا في البيت المحمي، اساسا هتصرف فلوس اكتر، تمام، وعلاجها ممل ومتعب، وفي الاخر لا يمكن تجيب نتيجه زي الاراضي ما تكون خاليه من، او الارض اللي تكون خاليه من النيماتودة دي. اول حاجه، تاني حاجه انت بتحط سميات وبتاكل الناس سم، شاء من شاء وابى من ابى، هتقول لي عدوى هتقول لي غيره، انا ماليش دعوه بالقصه دي، المهم، تمام. بعد كده امورك مش في الاول وفي الاخر لا يمكن تطلع محصول حتى لو انت عملت ايه زي الارض التانية من الاخر خالص. انا ما بحبش، يعني انا لو انا اهون عندي انقل الصور في بيوت تانية في ارض تانية احسن ما اعالج النيماتودة. فعشان كده خد بالك من القصة دي كويس، وقال النيماتودة طالما انت محافظ على نفسك مش هتجيلك، مش محافظ على نفسك لا تلومن الا نفسك، تمام، تاخد بالك من القصة دي. ما علينا، بالنسبة للسماد العضوي قلناه سماد عضوي يا جماعة اللي هو دواجن أو كومبوست أو سماد من العادي اللي هو سماد الاسطبل اللي بسموه، تمام. بالنسبة للسماد المعدني بقى اللي هي خدمة الأساس، في ناس بتحطها وفي ناس بتحطهاش، أنا بنصح بأنك تحطها عشان لو أخفقت في نص الطريق وقل محصول وفي عنصر هرب منك ولا حاجة، يبقى أنت حاطط أساس. الأساس عندنا في أي الأساس، اساس اي نبات النهارده هم الثلاث عناصر ان بي كي، دول اساسي يا جماعه، دول الاساسي، تمام، اللي هم لازم نحطهم. في ناس عندها سماد مركب زي بتوع الخليج، ربنا يفتح عليهم، عندهم 15 15 15، ده سماد محبب عامل الاتحاد الاوروبي وبيجيبوه من عنده وبيشتغلوا فيه وبيتصنع في المهم يعني في اي حته، المهم تسميد 15 15 15 بحطوا منه ال1000 دهوت، ممكن حضرتك تحط له 100 كيلو 15 15 15 15، عايز تحط 150 ما عندناش مشكلة، عايز تحط 200 برضه ما عندناش مشكلة، ما هيش قصة يعني، تمام. طب الناس اللي بتستخدم الأسمدة الأحادية زي إخواننا المصريين، تمام، لا بنحط كبريتات النشادر 25 كيلو، ده لل1000 متر مربع بنحط كبريتات النشادر 25 كيلو، وعايز تحط 50 كيلو حبين يا زين، تمام التمام، أنت ممتاز، تمام، حط كبريتات النشادر كمصدر للكبريت، كبريتات نشادر وكمصدر الازوت، فيها طبعا 20.6 ازوت وفيها 24 كبريت، تمام. حط كبريتات بوتاسيوم او سلفات البوتاسيوم، كبريتات يعني سلفات برضو، تمام، سلفات البوتاسيوم هتحط 25 كيلو لل1000 متر مربع، لو هتحط 50 حط 50 ما عندناش اي مشكله خالص، بس يا ريت يكون محبب. قلت ايه؟ محبب، يا ريت يكون محبب بلاش بودر، المحبب هيبقى فيه تجانس وهيقعد فتره كبيره، يدي النبات فتره كبيره، تمام، هيحصل له التحليل بتاعه بيسموه السلولي ريليز او التحليل البطيء، تمام. في بعد كده هتحط السوبر فوسفات 15%، اصل يا باشمهندس انا عندي 12% وانا لو احط 15% يا عم ما اللي عندك ما تحط منه، تصدع عند مغني ده ما حدش عنده شويه سوبر اللي انت يعني يا عم، ما علينا، ها هتزهقني ليه؟ سوبر فوسفات عندك 100 كيلو حط 100 في ال1000 متر، عندك ربنا فاتح عليك تحط 75 حط 75، يعني هي مش يعني الدنيا. طيب نيجي للكبريت، طيب بالنسبة للكبريت ايه قصة الكبريت؟ الكبريت ده عنصر بيستفاد به النبات يا جماعة، بيستفاد به النبات ومهم جدا، مطهر فطري مش مقتنع بها قوي، هيقلل البي اتش برضه مش مقتنع بها قوي، ولكن في كل الحالات
الكبريت مش وحش، تمام؟ هتضيف لك 50 كيلو كبريت، تمام؟ طيب نيجي يا ريت تخلط معاهم كيلو كبريتات نحاس، ان النبات بيحتاج النحاس والله العظيم، النحاس كويس مش وحش، يعني الى حد ما مطهر فطري، بس برضو كيلو على ال 1000 متر، تمام التمام. طب تعالى دول العناصر قلنا الكبيره، طب نجر الصغيرين. شوف انا بقول لك ايه، كبريتات حديدوز، كبريتات منجنيز، كبريتات زنك. الحديدوز لو عندك كيس 25 كيلو حطه، ما عندناش مشكله. لو عندك 10 كيلو حط، عندك 5 كيلو حط. حديدوز، كبريتات حديدوز، كبريتات منجنيز، كبريتات زنك، عندك 10 كيلو من كل واحد فيهم، حط في ال 1000 متر، ما عندكش ما تحطش خالص، بس هتيجي كل 15 يوم في النبات بتاعك شغال، وهترش رشه عناصر صغرى، ترش رشة ايه؟ عناصر صغرى، امورك هتبقى زي الفل ممتازة وزي العسل بكده. لحد كده يبقى انت حطيت العضوي والمعدني، هيجي الراجل اللي قدام حضرتك ده هو، تمام؟ الراجل اللي قدام حضرتك ده هو اللي بيحرد بالماكينة ده هو، اللي هيجي اتلخبطهم، تخلطهم مع بعض، تخلطهم بالشوكة بقى. عندك مكنة زي ديت ربنا فاتح عليك هتشتغل بيها، عندك الهراسة بتاعت الجرار العادي او الردوفيتور بتاع الجرار العادي، اخلط بيه السماد العضوي مع المعدني مع بعضه، وخم حط الخراطيم بتاعتك، وخمر الارض على 5 ايام، كل يوم تديها ساعة مية ولا حاجة. لو ارضك تقيلة مش مشكلة تخمر كتير، لو ارضك رملية بتخمر 3 4 5 ايام، بحيث ان الخلطة اللي انت حطيتها دي، العلفة اللي انت حطيتها للارض دي، تتخمر في بعضها، والنتيجة بتاعتها تكون في الاخر زي الفل. بعد كده بتزرع الزرع بتاعك، والزرع بتاعك زي ما انت شايفه في الاخر اهوت عندنا، بتسوي المصاطب بتاعتك، بالتاني بتقيم المصاطب بتاعتك، وبتسويها بالشوك اللي الرجاله بيسووا بيها ده اهو، بحيث ما تبقاش حته مرتفعه في الارض وحته منخفضه، فالحته المنخفضه بتكون فيها الميه غلبه، وفي الحته المنخفضه بتكون فيها الميه قليله، تمام؟ فبتسوي علشان المية، السيمترية بتاعت المية بتكون كويسة. النقاط اللي عندك يكون 4 لتر، تمام؟ انا بشتغل بنقاط 4 لتر، بين النقاط والنقاط 20 سنتي، تمام؟ بلاقي سيمترية في المية زي الفل، وتمام التمام. خرطوم اللي عندي خرطوم امريكي، وده لا يعلى عليه، مفيش حاجة اسمها هنا ضعيف وهنا قوي، عندي خط المية زي بعضه، بزرع في اي مكان مش مشكلة، النقاط ده خاب، النقاط ده بينزل، وهكذا. تلاقي الدنيا عندك كويسة. انا لا اميل ال40 ولا ال50 ولا الكلام ده كلته، انا اميل لتصرف 4 لتر 20 سنتي، وبدل ما بدي 10 دقائق بدي 5 دقائق، بدل ما بدي 20 دقيقه على حق. يعني انا مرتاح للنقاط ده، اللي ترتاح له انت اعمله. حياكم الله، حياتي لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.